يمكن دي كانت مادة توعوية لكل المشاهدين اللي بيتابعونا الآن عبر صباح الشروق، وإحنا مستمرين بالتأكيد من خلال فقراتنا، وحبنا في الوطن ما زال مستمر ويعتق المكان، ونحن في هذه الأيام نتنسم عبق الحرية والاستقلال وإسماعيل الأزهري أحد الرموز السودانية السياسية الوطنية. يا غريب يلا لبلدك، يلا يلا لبلدك. بتاريخ 20 أكتوبر 1900 كانت صرخة الميلاد الأولى للراحل إسماعيل الأزهري في بيت علم ودين، مما أدى لتفوقه في تعليمه الأوسط بود مدني، ومن ثم كلية غردون في العام 1917، والتي لم يكمل التعليم بها. عمل بالتدريس في مدرسة عطبر الوسطى ومن ثم أم درمان، ثم ابتعث للدراسة بالجامعة الأمريكية ببيروت. عين بكلية غردون وأسس بها جمعية الأدب والمناظرة، وكان ضمن الوفد الذي ذهب إلى بريطانيا مهنئا بالانتصار في الحرب العالمية الأولى. وعندما تكون مؤتمر الخريجين انتخب أمينا عاما له. تزعم الأزهري حزب الأشقاء الذي كان يدعو للاتحاد مع مصر، وتولى رئاسة الحزب الوطني الاتحادي، انتخب رئيسا للوزراء من داخل البرلمان. وتحت تأثير الشعور المتنامي بضرورة الاستقلال أولا، وقبيل مناقشة الاتحاد مع مصر وبمساندة الحركة الاستقلالية، تقدم باقتراح إعلان الاستقلال من داخل البرلمان، فكان ذلك بالإجماع. هل درى النحاس يوم رفع طلبه وادعى السودان بغيته أربه؟ أبطل الأمثال لو قدر ضربه. تحية الجمال لكل متابعينا، وإحنا حنتواصل من خلال صباح الشروق ومادة جميلة عن حب الوطن وصوت العطبراوي. معروف أنه هو صوت قوي وصوت فخيم، قدر يجسد معنى الانتصارات ومعنى الاستقلال وحب الأوطان. حنتواصل معاكم، ابقوا معنا من بعد الفاصل.